ماذا تعني رؤية الدعاء في المنام؟ من رأى أنه يدعو الله تعالى أو يدعى له أصاب خير وغبطة ورزق وفضل، ويدل على قضاء حاجة أيضا الدعاء، يعني له حاجة تقضى. وإن رأى أنه دعا ربه في ظلمة فإنه ينجو من غم، إذا دعاه في ليل في جوف الليل فإن دعوته تستجاب وينجيه الله سبحانه وتعالى. والدعاء أيضا يدل على الزواج، إذا كانت البنت عزباء أو الشاب أعزب يدل على زواج، والله أعلم.